فجاك ديريدا كما ذكرنا دوما وأبدا يعلن أن نقد النقد هو ليس موضة جديد، بل هو حفر في جذرية المصطلح لمعرفة كل الترسبات والطبقات التي لم يستطيع النقاد القدماء والمحدثين أن يصلوا إلى هذه الطبقات. فليست هذه الطبقات عبارة عن مواد أولية، بل هي معارف. طالما أن المجتمعات الغربية حاولت أن تصنع للمجتمعات المتخلفة تواريخ وآداب وفلسفة، وأن تصنع لنفسها برجا عاجيا دون أن تستوعب التطور والحتمية والديمومة، لأن الفكر الغربي كما تعلمون في جل كتاباته لا ينخرط مع الآخر إلا انطلاقا من ذاتيته المعلنة، أي لا يريد أن يذوب في الآخر، بل يذوب في الآخر انطلاقا من مقاييس معينة، وأن يربط بين النظرية والتجربة بالمفهوم البشلاري ليس بالمفهوم نيتش، أي لا يريد أن يقوض المعرفة لكي يجد نفسه في جفاء أو في خارج المدار، بل يريد أن يبني دائما قارات إبستيمية يكون هو سيدها ونبيها، وينطق هو المبشر بكل شيء. ولكن نحن العرب نتلقى دون أن ننتج معرفة، ولكن آن الأوان، آن الأوان، وآن الأوان كما أذكر دائما أن نعيد لأنفسنا برجا لكي نتسلق المعارف، المعارف، ولكي نعرف من نحن إزاء الآخر. هل نحن متخلفون أم لا نملك العقل كما يقول فؤاد زكريا؟ أم نحن ما قبل العقل العلمي؟ أم نحن قادرون على أن نملك المعرفة وأن نكون أسياد الكون وأن نبني القارات المعرفية كما بناها الغرب من انطلاقا من الاكتشافات الجغرافية إلى نهاية الثورة الفرنسية؟ فالعرب كما تعرفون لا يقرؤون، وإن قرأوا لا يفهمون، هكذا يقول الفكر الغربي. ولكن العرب بعد التطور، بعد التطور والتحول الاجتماعي انطلاقا من بداية الثورات البربرية والآشورية والبابلية والرومانية والبيزنطية إلى يومنا هذا، مرورا بالتحول الفكري الذي جعل أن هذا الفكر لا يستطيع أن ينمو ويتطور وأن يؤسس لنفسه ظلا عقلانيا به يهاجم الآخر في عقر داره، فإنهم يعيدون ما قال محمد عبده: لماذا تخلف العرب وتقدم الغرب؟ ولكننا نجد أن أمي بابا في كتاباته يحاول دوما أن يقف بجانب هذا المستضعف الذي هو العالم الثالث بمفهوم سمير أمين، لأن هذا المستضعف قادر أن يستحوذ على المعرفة وعلى التكنولوجيا وعلى الإنسان الآخر، لأنه قادر على أن يملك كل شيء انطلاقا من ذاتيته وليس بالمفهوم القدحي
لأن الإنسان العربي يملك العقل، يملك المعرفة، يملك وسائل الإنتاج، وسائل الاجتماع، الرأسمال البشري وغيرها. ولكن الأنظمة العربية الأوليغارشية، وليس بالمفهوم أبرماس، ولكن أننا نجد هذه الأنظمة الديكتاتورية والدماء التي تحاول أن تمص شرايين الأمة المستضعفة، تريد أن تصنع لنفسها تاريخا، كما رأينا في ربيع العربي، وكما رأينا في الثورات العربية التي حاولت أن تكسر هذا الظلم وتجعل الإنسان الفقير هو سيد المعرفة وسيد الأرض، لا بالمفهوم ديكتاتورية البروليتاريا كما حددتها بعض الأفكار الماركسية، ولكن الوعي الوجودي لهذه الطبقة الكادحة تستطيع أن تبني بنية فوقية، لأن البنية فوقية كما يقول كارل ماركس بأنه لا تتأسس إلا انطلاقا من الوعي الوجودي للفلاح والطالب والعامل وغيره من البدائل الأساسية الجوهرية التي تحاول أن تؤسس لهذا الإنسان العربي، لكي لا ندخل كما دخل أهل الكهف، وأن نستسلم لهذا الزمن البليد العربي الذي يعشق القناعة ولا يرفع التحدي. ولهذا أنا مطالب في هذه الندوة المحترمة أن أقول أن الفكر العربي فكر متنور، سواء على المستوى السياسي أو المجتمعي أو ثقافي، لأن هناك أناس أعادوا النظر في المفاهيم التي استقيناها من الغرب، وخاصة الدكتور محمد عبد الجابري في مشروعه تكوين العقل العربي، نقد العقل العربي، أو الدكتور طه عبد الرحمن كذلك، وعلي أمريل، وعبد الله العروي الذي حاول أن يقعد المفاهيم كمفهوم الدولة، مفهوم التاريخ، مفهوم الحرية، التاريخ والفكر العربي، التاريخ والفكر العربي أيضا، مع إظهار المفهوم الإبستيمي لهذا الوعي الشقي الذي يحمله الإنسان العربي دون أن يملك وعيا ممكنا، الذي بواسطته يحاول أن ينتقد كل ما يأتيه من الخارج باعتباره فيروس التي تحاول أن تشتت كيانه وماهيته، ولا تجعله أن يتساءل، بل يعيش ذلولا حقورا دون إشعار آخر. ولكن آن الأوان لكي نصنع أنفسنا بأنفسنا انطلاقا من المعرفة العلمية، رغم أن البحث العلمي في البلدان العربية ليس قادر أن يمد هذا الإنسان العربي، لأن كما ذكرنا المفهوم الأوليغارشي والكاريزماتي هو المهيمن. ولكن متى تنبت للحجارة أصابعها؟ متى يستيقظ هذا الإنسان من سباته العميق؟ متى يرفع التحدي ضد القناعة كنز؟ متى يستوعب أن الإنسان هو الذي يصنع التاريخ، للظروف التي لا تصنع، الظروف هي التي تصنعه؟ متى يحمل مشعل المعرفة المستنيرة التي تضيء له هذا العالم الأخرس بمفهوم سارتري؟ لا أن نكون مسالمين ونائمين، وأن نقف عند حدود النص
عند حدود النص لابد أن ننخرط في تكوين النص وبنائه وخصوصيته التي تميزه عن الخصوصيات الأخرى. لذا أطالب من هذا المجلس الموقر أننا في غاية السرور لكي نتحدث عن مفهوم نقد النقد أو الاختلاف المنهجي الذي سيجه لنا جاك ديريدا باعتباره أحد الأعمدة الذين حاولوا أن يفككوا هذا الإنسان الميت الذي قتلته البنيوية، وكذلك أن نقوض المعارف التي نتلقاها من الغرب، لا يكون حكيما ونحن نكون مريدين، بل نحن أن نصبح شيوخا وأن يصبح مريدا، ولكن أن السؤال يبقى مفتوحا ما دامت الأرضية غير صالح للإنبات، وما دامت القيم المعرفية التي نتلقاه هي قيم متكلسة وغير ثابتة، تتحول بتحول الأنظمة وليس بتحول المجتمعات.